ادم ادم منصور. لا حضرتك اكيد غلطان، انا عمر محمد عبد المعطي. أنا مش فاهم إحنا ليه قاعدين نلف وندور على نفس النقطة. أشرف بيه اهدى شوية، عاوزين نوصل. آه أهلاً وسهلاً. مش ده اللي قلت لي عليه أحسن محامي عندك في المكتب؟ ده اللي هيخلص لي الاتفاق زي ما أنا عاوز؟ أهو خلص عليا. حضرتك قصدك على البند التاسع أكيد مش كده؟ طالما عارف إن البند ده هيضرني، بتوافق عليه ليه؟ لا عشان أنا كنت متخيل إن حضرتك أذكى من كده. في إيه لما تدي له كرسي واحد في مجلس الإدارة؟ ده صوت واحد من تسعة. على جثتي يحصل ده. خلاص يبقى الديل مش هيكمل، وحضرتك السبب في المشكلة مش شركتنا. انت عارف انا عملت ايه عشان اخليه يقبل بشروطك؟ وفي الاخر جبت لك اللي انت عايزه، امضيته على العقد. تالي ده اهم بكتير من كرسي على ترابيزه اجتماعات. وايه يعني؟ ما هو برضه خد اللي هو عايزه. في ناس بتهتم احيانا بحاجات اكتر من الفلوس، زي التقدير مثلا. يا سلام، انت قلبك عليه قوي كده ليه؟ بالعكس، انا قلبي دايما على العملاء بتوعي، عشان كده بنصحك توقع العقد. خد وقتك، احنا مش مستعجلين. كله تمام. تمام، ألف شكر يا أيا كان اسمك بقى. المهم قفلت الامتحان؟ لا طبعا، في سؤال عملت فيه غلطة وفي سؤال ما حليتوش. بس أنا اتقال إنك عبقري يعني وبتحل امتحان وأنت مغمض. أيوة، ما أنا لو عايز أقفل الامتحان كنت قفلته، بس أنت درجاتك في الامتحانات اللي قبل كده ما تقولش إنك المفروض تقفل الامتحان ده، الموضوع لازم يبقى متصدق يعني. تمام. باقي فلوسك. دول شكلهم ناقصين. معلش بقى سجلنا زود علينا وما كانش معانا غير فلوسك، بقينا على قد الاسئله اللي انت حلتها يعني. ده مش اتفارق جالي يا عمر. معلش بقى اعمل لي محضر في الاسم. تعيل زباله.